وانت كمان والله، الله طمنا عليك يخليك. وطمن الناس عليك. وفين دلوقتي؟ لسه في الاكاديميات ولا رحت مكان تاني؟ طمن. لا الحمد لله تمام، الحمد لله ربنا وفقني السنة دي الحمد لله إن أنا أكون مدرب عام مع كابتن حسن موسى في نادي بني سويف السنة دي. نادي ممتاز بيه طبعا، ومن أحد الأندية القوية واللي هي بتنافس على الصعود في دوري المجموعة الأولى في الصعيد. فطبعا يعني شايف إن الحمد لله دي خطوة ربنا أكيد كرمني أكيد. بيها، وبتمنى يا رب التوفيق إن شاء الله السنة دي معاهم إن شاء الله. سبت استاكوزا بقى خلاص. استاكوزا سبته، لكن هو كان لسه معايا امبارح والله قبل ما يسافر. ربنا يوفقك. وطبعا حسن موسى ده شخصية جميلة أوي، شخصية شخصية محترمة محترمة جدا كده. ومدرب مجتهد جدا، جميل. وحد إن شاء الله بإذن الله يبقى الفترة الجاية من الناس المهمين جدا في التدريب في مصر إن شاء الله. بني سويف برضو عندهم طموحات كبيرة إن هم يطلعوا دوري ممتاز، طبعا يعني أنت عارف كابتن، بس بيجوا في نص السنة كده ما تعرفش ايه اللي بيحصل، او في نص السيزون بتاعهم. لا هي الفكرة بس ان انت عارف ان الدوري الصعيد دوري قوي جدا، ويمكن برضو ان من المجاميع اللي هي معتمدة 100% على الأندية الجماهيرية. يعني هتلاقي في كل محافظة هو النادي بينافس، فانت عندك المنافسة بتبقى شرسة جدا، عندك عدد فرق بتنافس قوية جدا، فده اللي بيخلي يبقى فيه دروب شوية مع معظم الأندية. يعني حتى ما بتلاقيش حد في البداية بيطلع بيبقى متصدر المجموعة من البداية، باستثناء مثلا الفترة اللي فاتت أسوان، يمكن بالظبط. من بداية الموسم وهو متصدر، ان شاء الله كمل. لكن في معظم الأوقات كنت بتلاقي حضرتك شويه لما كان الجونه كان تحت، شويه كان الجونه، شويه كان المقص لما كان تحت في بالظبط الفتره الاولانيه، بالظبط. فكنت بتلاقي ما فيش ثبات في المنافسه، فكنت بتلاقي عدد كبير جدا من الفرق بتحاول ان هي تبقى قريبه من المقدمه على اساس الصعود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء ربنا الله معاك وتقدموا حاجه كويسه ان شاء الله، يا رب ربنا. مع انك انت رايح الصعيد بقى والحر، شفت الجو اللي احنا فيه عامل ازاي النهارده. النهارده كان الجو صعب قوي، الجو صعب كان جدا في خبر بالفترة. كان معايا، كانوا بيقولوا ان الافارقه بيشتكوا، المنتخبات الافريقيه بيشتكوا من درجه الحراره. تخيل انت، متخيل احنا وصلنا لفين؟ ان المنتخبات الافريقيه اللي احنا كنا بنروح افريقيا، انت اكيد سافرت وشفت طبعا طبعا الجو هناك مش طبيعي، لكن النهارده فعلا الجو كانت درجه الحراره اعتقد معديه ال 44 او يعني انت 43. عشان بس ممكن يا كابتن يكون معظم الافارقه الموجودين محترفين، فممكن يكون هم كانوا بعد الفتره اللي اتعودوا فاتت خلاص، شويه اتغيروا. اتعودوا على الثلاجه شويه اتغيروا. فتغيروا. الحمد لله بصراحه، اللي يعني اللي اخترع التكييفات ده يا جماعه يعني ربنا يكرمه بصراحه، مع ان اصحابنا بتوع التكييفات ما بيردوش علينا دلوقتي. ابو المجد ليه يا كابتن بس؟ عندي صاحبي حسن العباسي، يعني حاجه جميله جدا، مش عايز اقول لك بقى، في الصيف يكلمني في الشتاء، ما يعني اكلمه في الصيف اقول بالظبط، له عندي مش عارف صيانه ولا حاجه، يكلمني في الشتاء ده ويقول لي محتاج بيبقى ايه. عندهم وقتهم ضيق جدا في الصيف جدا. يعني ربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء يا الله. رب ان شاء الله. ولما الافارقه يشتكوا فاكيد فعلا الجو بقى صعب جدا، لكن مهما كان الجو في مصر اكيد احسن من افريقيا احسن من بكتير، كتير يا كابتن. لكن مش عارف هما بيشتكوا ليه. شايف انا الاجواء شايف الافريقيه التوقيتات حتى المعموله فيها الماتشات، الساعه يعني 10 والساعه الساعه 10 والساعه 7 والساعه 4 ونص، يمكن حتى 4 ونص ديت يعني بيبقى خلاص الجو بدا يعني بس مش بالنسبه للافارقه. بالظبط يا كابتن، يعني يعني اعتقد ان الجو بالنسبه للافارقه هو الانسب، بالظبط غير منتخبات اللي هو شمال افريقيا احنا جو كابتن، فعلا. بدليل ان معظم الماتشات بتاعت افريقيا لما بتلعب انديه بتلعب خارج، مثلا ما النادي بتشوفش الاهلي بيلعب بره، هو بيعمل الماتشات بتاعته بالنهار، بيعمل الماتشات بتاعته في التوقيت اللي يقول لك اصل اللعيبه هتيجي مش هتبقى بالظبط تقدر تتكيف مع بالظبط الجو، بالظبط بالظبط فاكيد دي كانت يعني نقطه قوه ليه بالنسبه له، بالظبط فبيشتكي بالظبط. بيها دلوقتي. صعب. خلينا نشوف، خلينا نشوف هيعملوا ايه. قول لي الاجواء الافريقيه والبطوله الافريقيه لغايه دلوقتي، شايف النقاط الايجابيه فيها ايه؟ قبل ما نتكلم بقى عن التفاصيل الفنيه، النقاط الايجابيه، الافتتاح، محمد فضل، الدنيا دي كلها شايفها ازاي؟ بص يا كابتن، يعني حاجة مبهرة جدا بصراحة ان مصر في ظل الوقت الضيق اللي خدت فيه تنظيم البطولة ان يحصل الشكل الحلو قوي دوت، والتنظيم المبهر والترتيبات الغير طبيعية. انا شايف ان ده نجاح لكل القائمين على تنظيم البطولة. شايف ان في الافتتاح الحمد لله كانت واجهه مشرفه جدا لينا كلنا، العالم كله اتفرج وشاف، والحمد لله احنا ادينا رساله ان مصر تقدر ان هي تعمل اي حاجه صعبه في وقت قليل جدا، دي حقيقة. ويمكن دي خلي بالك كابتن من سمتنا،
يعني من سمات الشعب او اللعيبه او اي حد بيشتغل تحت ضغط. الحمد لله رب العالمين احنا تحت اي ظروف بنحاول ان احنا ننجح. وانا شايف ان الحمد لله رب العالمين. يعني انا بحيي طبعا كابتن محمد فضل، ودي كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه له، ويمكن حاجه مشرفه لينا ومنتهى التنظيم ومنتهى الاحترام ومنتهى الجهد اللي اتبذل في الفتره اللي فاتت. الناس كلها شافته، الحمد لله احنا سعداء كلنا بالنجاح دوت. مصر كبيره ومصر تستحق مكانه طبعا عاليه جدا في الدول الكبيره. والحمد لله احنا يعني حضاره وتاريخ، وده مش 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 غريب عن مصر يعني. اكيد اكيد. عايز برضو يعني احنا عمرنا ما بننسى الناس اللي بتموت عشان احنا نفضل طبعا موجودين ونفضل طبعاً فرحانين، والناس بتروح للسادات مطمنه وبنشجع وبنفرح وبنكسب وبنسقف وبنغني، وفي ناس بتستشهد في سينا. طبعا الناس دي على دماغنا من فوق اليوم، كل التحية ابدا 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 كل التحية. يعني هي دي مفارقات الحياه، ان في لازم نعيش ولازم نكمل، لكن عمرنا ما ننسى الناس اللي بتموت عشان احنا نبقى هنا في امان ونلعب مباريات والاستادات تتملى ويبقى في امن وامان. كل التحية والتقدير ليهم على دماغنا من فوق، وان شاء الله طبعا شهداء ويا بختكم بصراحه، لكن كل الصبر لاهليهم يعني، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بننسى ولا هننسى ولا عمرنا هننسى ان شاء الله. شايف المنتخب المصري في اول مباراتين ليه وفي ردود فعل من الجماهير مش مستمتعه، او مش شايفين اداء للمنتخب المصري، او مش شايفين نقاط بيلعب عليها المنتخب المصري، شايف الموضوع ده ازاي؟ يعني بص يا كابتن، يعني يمكن الناس ممكن تكون بس يعني صدمتها شويه في ان الطريقه ما اختلفتش كتير. احنا لما كوبر ساب المنتخب والمفروض اجيري مسك، الناس كانت عندها طموحات ان شكل المنتخب وشخصيه المنتخب تختلف تتغير، وده يمكن ما لمسناهوش حتى في المباراه الوديه قبل البطوله بشكل واضح. انا يعني بمنتهى الامانه كابتن، انا مش شايف ان احنا قادرين نستغل الامكانيات الموجوده في الفرقه. في تحفظ كبير جدا على بعض اللعيبه، في تحفظ كبير جدا في طريقه اللعب، ويمكن ده اللي مخلي شكلنا كده، مخلي الناس كلها مش مطمنه. احنا الايجابيه الوحيده اللي احنا لغايه دلوقتي استفدنا بيها، احنا بنروح للجون كتير، بنكسب وبنروح للجون كتير. مش كابتن، مش بالشكل يا كابتن اللي يعني كل العوامل اللي انت تخليك ان انت توصل وتبقى بتكسب وبمكسب مستريح. لا، انا شايف ان هما برضو كابتن، لا، اللعيبه مش مدركه ان مش قادرين يستغلوا جمهور، مش قادرين يستغلوا ان البطوله هنا في مصر. طب هي ابو المجد لعيبه ولا طريقه؟ عشان بس الناس يبقوا يعني معانا ونعيشهم الواقع فعلا. هل انت مثلا باك رايت، انا ممكن انا كمدرب اقول لك ما تطلعش لغايه نص الملعب، هو عند نص الملعب وقف زي ما كان بيعمل كوبر كده، تمام؟ وممكن مدرب تاني يقول لك انا مش عايز اشوفك في المناطق الدفاعيه كتير، فتظهر انت بشكل هجومي، ربنا يكرمك تجيب جون وتعمل كروسات ومش عارف تعمل ايه، فتظهر بالمظهر اللي خلي الجماهير مقتنعه بيك، لكن انا ممكن احبسك وتقعد بقى عليك هجمات 2-1 مش عارف ايه، مفيش مساعده، فالناس تشوفك وحش جدا. فده ايه؟ ده لعيب ولا مدرب؟ بص يا كابتن، انا شايف ده مدرب بمنتهى الامانه. تمام. ليه؟ ان الانطباع اللعيب بياخده من المدرب، الطريقه والشغل تحفيز. والتحفيز ده شغل مدرب. فانا شايف يعني حتى كابتن في توقيتات في الشوط الثاني التغييرات حتى كابتن، لا يعني برضو مش تغييرات اللي انت بتطمح ليها ان هي تعمل لك الفرق. معظم التغييرات اللي حصلت ما استفدتش بها بالشكل كبير. بتنزل بتامن، يعني بتامن في توقيتات انا شايف ان الفرق اللي قدامك الافريقيه كانت مشكلتك معاها ان بييجوا يلعبوا زون وبيقفلوا الملعب وبيخنقوا طريقه اللعب وما بتقدرش ان انت تتحرك بحريه. بالظبط. طب انا شايف لا، في المباراتين يا كابتن لا، في مساحات، وفي بدليل الجون اللي جابه محمد صلاح، تريزيجيه واخدها مننا يا كابتن من 18، كل دي مساحات فاضيه واستغلها وقدر ان هو يعمل ثرو لمحمد صلاح ويجيب جول. لكن انا بتكلم يا كابتن لا، انا شايف ان شخصيه المدرب هي اللي بتخلي اللعيب بتنعكس على اللعيب في الملعب.
انا اذا كنت انا مدرب ادائي هجومي ده بيبان في شغلي وفي تحفيزي للفرقه. دي حقيقه بالظبط. لكن هي الناس بتقول ايه يا كابتن؟ بتقول ان المنتخب تحس ان مفيش طريقه بيلعب بيها. بالظبط يعني كده، هو بيلعب يعني يلا رجاله ونشد حيلنا والجمهور بتاعنا والارض بتاعتنا، انت عارف الاجواء دي وما ينفعش نخسر على ارضنا، عارف انت الاجواء دي بمنتهى الامانه كابتن. حتى يعني الجماهير ده راي الجماهير او معظم الجماهير في كوبر، يعني في التوقيت اللي كان كوبر ماسك المنتخب كابتن، يعني بالرغم من الاداء لكن مع احترام كابتن كان ليك شغل، كان ليك شكل، كان شكل شكل دفاعي يعني والناس متحفظه. تخيل بقى ان لو جه حد او المدرب اللي موجود بدا يشتغل مع لعيبه تكتيك هجومي ويقدر يستغل الناس اللي قدام بشكل كويس. ايجابياتك في الهجوم بتاعك كتير يعني، انت القوه بتاعتك في الهجوم بتاعك بالظبط وتريزيجيه بالظبط، وممكن وكان عندك عناصر ممكن تدخلها تعمل لك جانب هجومي ايضا كمان. فالموضوع الجماهير برضو ليهم حق طبعا يا كابتن، طبعا ليهم حق طبعا. ولا احنا المفروض نقعد نقول ندعم؟ احنا بندعم، بس اكيد بتخرج عن شعورك شويه. يا جماعه احنا قلبنا وجعنا، انا شفت ناس امبارح كاتبين على الفيسبوك كابتن احنا هنفضل قاعدين مستنيين جون يدخل فينا؟ ما ايه اللي فرق عن مستر هيكتور كوب كابتن؟ بدليل معلش يا كابتن يعني حتى الاجوان اللي حضرتك بتجيبها ما بتجيش بتكتيك، يعني ما بتجيش ده هم ده اللي بيتكلموا فيه بالظبط. يعني مالكش شكل، مالكش شكل، يعني مالكش شراسه هجوميه، يعني الكون بتحس انهم بيلعبوا كوره بتحركات مدروسه، الكوره بتطلع من خط لخط من رجل لرجل بتتحركات بيغيروا الملعب. بص يا كابتن في حاجه انا شايف ان احنا مش قادرين لغايه دلوقتي نستغلها، ويمكن المباراه الاولى هي اللي جرأت الكونغو عليك. اللي هي ايه؟ بص يا كابتن حضرتك بتلعب في مصر ومنتخب مصر قوي جدا، وفي عوامل نفسيا اللعيبه الافارقه شايفاها. جميل قوي قوي، زي الاهلي لما بيروح يلعب يعني حتى لو الاهلي مستواه وحش، حتى لو الاهلي وحش، بس هي الفكره انت قدرت في اول ربع ساعه او نص ساعه تبين الشراسه ديت والشخصيه ديت في الملعب خالص. انا معاك، هي ده كابتن اللي خلت الناس تخش معاك في الجيم. مفيش ضغط عالي بالظبط يا كابتن، انت ما بتضغطش بالظبط. يعني حتى لا كابتن، يعني حتى لو انت مش اللعيبه مش فايقه، مجرد ان انت كابتن بتضغط بشراسه وحتى لو انت مش قادر تجيب جول لا انت مريح نفسك ان المنتخبات ديت مش هتقدر يا كابتن تتجرى عليك ان هي تنقل الكوره وتهدد الجول بتاعك وتبدا تخترقك. لا يعني في عوامل لازم الجهاز يستغلها. عامل الجمهور ده كابتن ده لازم يحصل ضغط غير طبيعي على الفرق اللي انت بتلعبها عشان تقدر ان انت تريح نفسك وما يبقاش الضغط كله عليك. لا كابتن في اوقات يا كابتن بحس ان المنتخب كله تحت الدايره بتاعت نص الملعب، وده مش طبيعي يعني. ده بعد هدفين امبارح كمان بالظبط، يعني ده مش طبيعي. التوقيت حتى بتاع الهدفين يا كابتن كان اسهل توقيت تقدر تجيب بالظبط لو انت قدرت تلعب بضغط من قدام شويه. احنا كلنا مع احترام كابتن بنتكلم وبنقول احنا ما عندناش فراوده. طب ماشي، انت كنص ملعب كجناب عملت ايه للفرود؟ عملت كام كروس يا كابتن؟ يعني احصائيات الماتشات كلها بالكتير قوي 3 كروسات. هو انا عن نفسي في قناعاتي في الكوره ما ينفعش ان ابقى مدرب اقول ما عنديش امشي. يعني انا ما ينفعش ابقى ماسك فرقه وقبلت ان انا امسكها واقول انا اصلا ما عنديش مراكز، لا انا ما كنتش مسكت. لا كابتن ما ينفعش مصر كلها ما فيهاش فرود، لا ما ينفعش مصر كلها ما فيهاش باك رايت او باك ليفت او ديفندر او مساكين او فراوده، ما ينفعش مصر كابتن. هي الطريقه اللي احنا بنلعب بيها كابتن هي اللي بعتت الفراوده، بمعنى ان الطريقه مع كوبر كانت كلها دفاعيه، فانت ما قدرتش تختبر كل الناس اللي بتلعب في المكان ده كابتن. تمام. او ما قدرتش ان انت توصل لهم الحاجه اللي تقدر تحاسبهم عليها. يعني ما عملتلوش كروس وضيعوا، ما عملتلوش ثرو باص ويروح في مساحات وضيعوا، لا يعني انت ما اختبرتش الفراوده يا كابتن. زائد انت مخليهم طول الوقت دفاع 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 دفاعيا، وده مش دوره. يعني ده مش دوره يا كابتن. مروان لما بدا يتحرر او ينسى شغل كوبر مع النادي الاهلي بدا يجيب جوان في النادي الاهلي بالظبط كابتن، بدا يلعب كفيرود. زائد بص يا كابتن زائد المساندات المهمه جدا اللي بتيجي من تحت كابتن. اكيد يعني المسانده اللي هي بتقدر تشغله أكيد. يعني مروان عمل تحرك نموذج كابتن في الماتش الاولاني، دخل لجوه فضل مساحه كلها لمحمد صلاح اللي ضيعها يعني بس ده ايه؟ عشان كابتن في ناس بتكمل من تحت، فبدا دور مروان يظهر.
لكن المشكله كلها كابتن في حته ان انت ما بتوصلوش، يعني ما فيش حد. طب تعالى علشان برضو ندي لكل واحد حقه، اكلمك في جزئيه الجمهور واكلمك في جزئيه اجري. جزئيه الجمهور، جمهور مصر غير جمهور الفرق، متفق معايا ولا ايه؟ طبعا طبعا. جمهور الفرق يحركك لو انت نايم، لو جمهور اهلي مثلا وشايف اللعيبه نايمه انت عارف الجماهير بتعمل ايه. الجماهير بقى الجماهير لما كانت بتملى الاستاد يخليك تاكل النجيله وانت اساسا مش قادر تتحرك. جمهور مصر راح يفرح، اسر راح تفرح، فهي باختلاف المعنى هو جمهور، لكن باختلاف المعنى. مش الجمهور اللي هو هيدوس عليك ويحمسك وعارف بيطلع منك ازاي الحاجه، هو الجمهور اسر ورايحين يفرحوا ورايحين يتبسطوا ورايحين يشوفوا منتخب مصر عايز يجيب جون عشان يسقفوا وهيصوا. مش الجمهور اللي هو الجمهور اللي بيدي ظهره للملعب ويقعد يحمس في اللعيبه، واخد بالك؟ فدي دي حاجه. هل دي تفرق؟ بص يا كابتن، يعني متهيألي مش كتير. ليه؟ قول لي. انت في المنتخب، في المنتخب يا كابتن مع احترامي، انت 70,000 موجودين في الاستاد، يعني مجرد بس الكلام العادي ده صوت في الملعب لا بي 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 يعني بيديك تشجيع يا كابتن. لازم بس يديك التشجيع اللي هو بتاعنا ابو المجد، اللي هو ابو المجد عمل سبرنت تمام الكره هيروح، انت عارف الضغطه دي كابتن. مع احترامي كابتن، يعني ده الجمهور بيتنشا على اي حاجه عشان يشجع اللعيبه. بالظبط. يعني بالزبط. الجمهور دلوقتي في الاستاد او في ماتشات المنتخب بيشوف اي حاجه عشان يقدر والله فعلا يتفاعل يا كابتن مع اللعيبه. لكن هي المشكله برضو ان دي برضو الاجواء دي مش موجوده، يعني اللعيبه مش قادره تستغل العامل ده كابتن. تمام. اجري، هل هو الفتره اللي بيمسك فيها المنتخب قبل البطولات هل هي كافيه ان هو يطبق سياسته ولا لا؟ اخليك تجاوب براحتك، لكن نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم ابو المجد مصطفى. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال كابتن ابو المجد مصطفى عن اجري، وهل الفتره اللي بيقضيها المدير الفني لاي منتخب كافيه قبل التجمعات او فتره التجمعات قبل البطولات كافيه ان هو يحط فعلا لمساته ويعود الفرقه على اسلوبه؟ يعني كابتن بص، يعني بتبقى فترات، انا بحاول التمس لهم اعذار، يعني بتبقى فترات طبعا فعلا قليله كابتن، يعني دي بتختلف عن الشغل مع الفرق او الشغل مع الانديه. ان هي بتبقى التجمعات بتاعتهم يا دوبك يومين ثلاثه وبعد كده يلعب مباراه، فممكن دي برضو مأثره بشكل كبير جدا على ان هو يقدر يحفظ اللعيبه او يقدر يخلي اللعيبه تحفظ طريقته. لكن احنا بنتكلم برضو في اسبوعين او اكتر من اسبوعين شويه قبل البطوله، يعني كان عنده وقت كافي ان هو يقدر. هي مش كفايه بصراحه ابو المجد عشان نبقى مش فيه. كفايه بس يا كابتن، الطبيعي ان حضرتك بتلعب مع لعيبه مستوياتها تقدر تستوعب الفكر، اي فكر بسرعه. بالظبط، اي فكر بسرعه كابتن. يعني تمام. معك مجموعه محترفين ومعك مجموعه بتلعب في انديه كبيره في مصر، فعندها من الخبرات اللي هي تقدر تتاقلم مع المدرب وتقدر ان هي يبقى عندها استيعاب مع اختلاف طرق اللعب. فده متهيألي يعني كانت اللعيبه لازم تشتغل على كده. لكن زي ما حضرتك ما قلت ممكن تكون بس يعني الوقت مش كافي بالشكل الكبير، بس على الاقل يا كابتن يعني تبقى في بوادر، يعني تغييرات، يعني ممكن التغييرات، اداره مباراه، ممكن. بالظبط يا كابتن. طريقه دي حاجه طبيعيه بقى في الكوتش، يعني احنا بنلتمس لك الحذر، بس حاجه طبيعيه ان انا ابقى شايف ايه المراكز اللي ممكن اغيرها بجد. يعني اداره المباراه نفسها شايف اغير امتى، اطلع مين انزل مين. لان اول مباراه بصراحه لما طلع محمد صلاح، لما طلع تريزيجيه وطلع محمد صلاح، انا لما تغيير محمد صلاح خلاه راس حربه، انا حاسس ان هو طلعه اساسا من المباراه، مع ان انت كان عندك نقاط القوه الاساسيه بتاعتك في الطرفين. في الطرفين بالظبط، حتى لو مجهودهم قل لكن هم مرعبين بالنسبه للدفاع. على الاقل مقفل لك الخط كده. اللي ورا دوت ما فيش زيادات عليك، ما فيش حد بيهددك بالشكل الكبير، زائد ان هم كانوا عندهم فعلا مشكله في الطرفين فعلا كابتن، ويمكن تريزيجيه استغلها في الجول اللي هو جابه. يمكن برضه يا كابتن يعني انا ليا ملحوظه بس على حته الاداء للمنتخب. انا شايف تاثير الاداء دوت كابتن او الشكل دوت جاي من نص الملعب. نص الملعب انت ما يعني بتلاعب اتنين زي بعض او شبه بعض. انا كنت اسالك على طارق حامد تحديدا والنني، واسالك كمان على اداء عبد الله السعيد. تمام يا كابتن، يعني احنا بنتكلم على اتنين الريتم بتاعهم تقريبا واحد،
الريتم بتاعهم معتمد على القوه اكتر. تمام. على كميه الجري اللي بتتعمل خلال المباراه في القطع الكوره، لكن برضه حته اللمسه الاخيره او بعد الاستخلاص ما بقدرش اطلع بالشكل كابتن اللي مطلوب. ما بقدرش ان انا وانا معاك كوره خلاص بتحول من قصه الدفاع للهجوم، حل هجوميه بسرعه. دي متهيألي دي مش موجوده بشكل كبير عند طارق. او انت بتتكلم في اللعيب اللي هو بيلعب من بوكس تو بوكس او من 18 ل 18 في الحاله الدفاعيه والحل الهجوميه. بالظبط، بدليل يا كابتن يعني حضرتك لو شفت في الفترات اللي فاتت كلها في المكان ده كان اللي عامل الفارق محمد شوقي. كان لما كان بيلعب بالظبط كان محمد شوقي كان بيقطع جميله جدا في الحاله الدفاعيه. بالظبط، وبيزيد بشكل كويس قوي مع الناس، وده بيديك يعني غالبيه في الجزء الاخير، زياده عاديه في الجزء الهجومي، في الجزء الهجومي، وبتبقى مطمن يعني. حتى كابتن فكره ان انت تفضل عندك صلاح ودريزيجيه في بيلعبوا من على الاطراف ومروان مثلا في الحته ديت، تخيل مثلا لو حد جاي من تحت مامن القصه ديت وبيزيد وراهم بشكل قوي والكره بتاعته بتطلع سليمه اذا كان لصلاح اذا كان لتريزيجيه، متهيألي الفكره ديت لو موجوده كانت فرقت معانا وكانت فرقت في الشكل الهجومي للمنتخب. معاك جدا. وكمان كان شوقي كان معاه حسني عبد الرب وحسني ديفندر بتاع مصر. بالظبط يا كابتن حسني، كابتن احمد حسن. واحمد حسن هنتكلم في اسماء بصراحه يعني فيمكن دولت اللي كانوا عاملين احترام للناس صعب تقارن يعني بصراحه كابتن كانوا يعني كانوا عاملين الفارق في شكل المنتخب، زائد الشخصيات بقى اللي كانت موجوده بقى في الحته اللي قدام. هما كانوا برضه عاملين شكل للمنتخب وناس بتقدر تقف على الكوره وبتقدر توصل للجول وبتقدر تعمل ربط من على الجناب ومن العمق. يمكن انا شايف معظم المنتخبات مش قادره تستغل الاطراف خالص يا كابتن، يعني معظم المنتخبات اللي انا اتفرجت عليها لغايه دلوقتي كله مصر ان هو عايز يخترق من العمق. العمق بيبقى زحمه جدا عندنا الاطراف يا كابتن، في حلول كتير بس المدير الفني يفكر. لكن طارق حامد خليني اكلمك برضو بواقعيه، طارق حامد بيعمل مجهود عالي جدا جدا، بس مجهوده ايجابي اللي هو بيقطع كرات بيعمل ثرو باس قدام. النني دوره لغايه دلوقتي مش واضح يعني قوي. مش واضح قوي مع ان النني محترف ومحترف في نادي كبير بحجم ارسنال في انجلترا، فبرضو في علامه استفهام. والله يا كابتن يعني بص انا من وجهه نظري في علامه استفهام على معظم الناس المحترفه. عبد الله السعيد مش هو عبد الله السعيد خالص. بالظبط، يعني عبد الله برده من الناس اللي هي كانت تقدر تغير من شكل المنتخب لو هو فايق. الحاجات اللي احنا كنا معتمدين عليه فيها لا، بعيد جدا على بعيد مستواه جدا على التنفيذ. برده من العوامل اللي اثرت علينا بشكل كبير جدا عبد الله. خلي بالك احنا بنتكلم كل الكلام ده للساده المشاهدين، بنتكلم الكلام ده واحنا كسبانين ماتشين ومتاهلين للدور الثاني في البطوله، لكن احنا بنتكلم على سلبيات لازم نعالجها قبل المباريات الكبيره بقى انت تتعب فيها فعلا وهتعاني فيها فعلا. بالظبط يا كابتن، يعني انت بنتكلم كده دلوقتي عشان احنا شايفين ان البطوله بمنتهى الامانه يا كابتن، لا يعني حرام ان احنا ما ناخدهاش بمنتهى الامانه. لازم يعني معظم المنتخبات يا كابتن اللي موجوده لسه ما اقنعتش، لسه ما بنوش. بالظبط، يعني باستثناء مثلا شويه الجزائر، باستثناء السنغال. طب انت عندك باستثناء مالي، عندك بادره امل ان المنتخب يتطور؟ يعني احنا بنقول مثلا الادوار الاولى لكن الامل ان احنا نتطور، ان احنا ندخل في الاجواء، ان احنا يبقى عندنا اسلوب لعب، هل هو موجود؟ هل هو اجري ممكن يكون بيضحك علينا؟ انا عايز برضو عارف بنلاقي اي حاجه للناس. والله كابتن يعني احنا قلنا بصوا ادائنا ازاي لكن احنا هنختلف شكلا وموضوعا. بتمنى ده طبعا يا كابتن، يمكن برضو زي ما حضرتك بتقول ان برضو ثقه المكسب وان انت تعدي دور الاولاني بالظبط وانت اول مجموعه، ده ممكن يخليك. واحنا الحمد لله برضو من يعني عندنا ان احنا لما بنخش بقى الادوار اللي بعد كده وبتلعب على البطوله يعني الاداء بيختلف، الطريقه بتختلف، طموحات اللعيبه والدوافع عندها بتختلف، وبنقدر ان احنا عندنا المقاومات اللي انت تقدر تلعب على النهائي. اكيد عندنا والله عندنا طبعا فعلا. طبعا فزي جمهورك وارضك بالظبط احساسك ان البطوله بتاعتك.
وكمان يا كابتن مع مستوى الفرق يعني دي برضو لازم نحطها في الاعتبار. احنا ما بنقلش من خالص احنا عندنا الفرق، لكن احنا بنقول برضو مش بالقوه، مش المرعبين، مش بالقوه اللي هو يجي يهددك وان انت تبقى نازل فعلا قلقان ان انت هو اساسا زي ما انت قلت بيبقى نازل خايف منك وعامل لك مليون اعتبار. لكن انت في الاول يا كابتن لازم انت في الاول لازم تثق في نفسك. لازم انا معاك. مين من اللاعبين اللي انت شايفهم ممكن يكونوا عندهم بوادر احتراف؟ يعني مين؟ مفيش حد يا جماعه. مش هتقعد تدور طبعا. يعني بص بمنتهى الامانه يعني انا شايف الناس اللي هي عامله شكل شويه او اللي هي بتاخد كل مباراه نمبر 1 تريزيجيه ومحترف، محمود علاء ومدافع. محمود علاء ما شاء الله عليه، والحجازي برضو لما مناخيره اتكسرت برضو حاجه لا الحجازي الماتش فاكر كمان كان هايل قوي يا كابتن، يعني كان هايل قوي. والماتش الاول يعني برضو الماتش الاول برضو انت عارف مناخيره اتكسرت، انا شفته كان عمال عايز يعدل في العظمه اللي اتكسرت. انت عارف مناخيرنا لما بتتكسر المشكله الموضوع بقى صعب. فلا يمكن برضو من اللعيبه المهمه جدا، ويمكن من اللعيبه اللي بمنتهى الامانه كابتن المباراه اللي فاتت عمل فارق كبير جدا في الناحيه الدفاعيه بتاعتنا. يمكن في كرات عالية كتير جدا قدر ان هو يتعامل معاها بشكل جيد، كانت ممكن تبقى مشكلة بالنسبة لنا، فقدر ان هو يتعامل فيها بمنتهى الجدية. تمام. أيمن أشرف طبعا أنا شايف كابتن ان هو يعني أداء الدفاعي غالب عليه، أدواره الهجومية لسه مش واضحة، مع ان أيمن كورته كويسة، الأوفر بتاعه كويس مش وحش، لكن انا بحس يا كابتن ان هي في سنه قلق لما بيجي يطلع. اصل ما اعرفش هل ده بقى انت اكلمته نفسيا ان هو مساك في المقام الاول في النادي الاهلي، هو يعني اجاد في المركز باستثناء بعض المباريات. دلوقتي انت بتلعب باك ليفت، يعني بلاش انا اتكلم في القصه دي عشان هو انت عارف مقاومات الاطراف بيبقى ليها مقاومات يا ابو مجد، وطبعا طبعا انت عارف يعني من اهمها يعني، ولا بلاش ايمن ان شاء الله كل لعبتنا يبقوا عند حسن ظننا في المباريات اللي جايه. عايزين احنا بنقول فعلا حاجات سلبيه عشان ما نشوفهاش اساسا المباريات اللي جايه، لكن عندنا ايجابيات كبيره جدا، اهمها الارض واهمها الجمهور، اهمها الدوافع اللي جوانا ان احنا عايزين ناخد اي حاجه، الروح العاليه جدا للعيبه. لكن لازم مع الروح دايما بقول ومصمم ان الروح مش كل حاجه، لازم حد يساعدني تكتيكيا وفنيا ان انا اوصل بروحي للي انا عايزه. لكن كمان المنتخب اللي انت شايفه مرشح بقوه، اعتقد الادوار دي ما تديش انطباع 100%. يعني الجزائر النهارده كسبانه السنغال لغايه دلوقتي، السنغال فرقه قويه جدا جدا، كوت ديفوار فرقه المفروض انها قويه جدا، عندك المغرب المفروض انها فرقه قويه جدا، عندك فرق لسه ما كاميرون ما عبرتش عن شخصيتها، لسه ما طلعوش الحقيقه بتاعته. يمكن انا شايف ان الجزائر كابتن في المباراه الاولى يمكن لعب على قد المباراه، خد اللي هو عايزه وبدا يفكر في المباراه اللي بتاعت النهارده. وانا شايف من المنتخبات يا كابتن اللي ليها اسلوب وطريقه لعب، ومن المنتخبات اللي عندها جماعيه في اللعب، يعني فعلا صعب جدا صعب جدا لما تلاقيهم يا كابتن الخطوط بعيده، لا بالعكس انا شايف ان وبيشتغلوا يا كابتن على الاطراف بشكل كويس قوي، بشكل كويس قوي، في مسانده هجوميه بشكل كبير جدا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، فده اللي عامل لهم الخطوره وبيخليهم على طول فرقه جماعيه تكتيكيه كمان، بيخليهم على طول، مع ان يعني في التصنيف هم مش من المرشحين، لكن انا شايف ان هم من المنتخبات المرشحه ومرشحه بقوه. السنغال بيلعب النهارده، انا شفت الشوط الاولاني، يمكن برضو من ما عندوش كابتن تنوع في الاختراق، يعني هو عايز معظم الوقت يخترق من العمق. عندهم عناصر كويسه جدا جدا، منتخب قوي جدا. هنشوف يعني هنشوف الادوار اللي جايه مين اللي هيصعد فيها، ونشوف الفرق بقى ونشوف الوجه الحقيقي لكل الفرق. لكن تعالى كلمني على تريزيجيه ومحمد صلاح تحديدا. كمان محمد صلاح خلاص احنا عندنا لعيب بمواصفات عالميه، هو بقى عالمي وعد نفسه في من اللاعبين الثلاثه الاول على العالم كمان مع كريستيانو وميسي. لكن تريزيجيه دايما بيقدم لنا اداء مقنع اللي احنا بنشوفه في مصر مع المنتخب المصري، لكن هو ده وضعه، ده المفروض يكون فيه، المفروض يكون احسن. هل هو بيستغل مجهوده
مع المنتخب احسن استغلال ولا انت شايف ايه؟ يعني شايف كابتن تريزيجيه من اللعيبه المهمه جدا في المنتخب. اللاعب الوحيد اللي انا شايفه عنده جراءه هجوميه الواحد ضد واحد كمان. عنده جراءه هجوميه كابتن. اللاعب الوحيد اللي انا بحس ان هو فعلا عايز يلعب لقدام. كل كره بيمسكها بيبقى عايز يفنشها على الجول. وانا شايف تريزيجيه من يعني محتاج حد يطور من ادائه. وده هتفرق معاه بشكل كبير جدا. برضه انا شايف ان هو مظلوم شويه اعلاميا. الناس ما بتتكلمش عليه بالشكل بنتكلم عليه على طول بالشكل الكافي بنتكلم عليه على طول. يعني ممكن يا كابتن لكن مش ممكن كل يكون الناس صلاح خاطف منه الاجواء او خاطف منه كل حاجه. هو طبعا يعني كابتن هو ده طبيعي. يعني برضه صلاح الحمد لله وصل لمرحله ما شاء الله ما شاء الله عليه. يعني ربنا يا رب يحفظه. لكن انت بتتكلم على حد موجود في المنتخب بكل مباراه هو اللي بيعمل لك الفارق. كل مباراه هو اللي بيديك الغلبه. فانت مهم جدا ان انت يعني الناس تركز عليه بشكل كويس. مش عارف يعني برضو يعني تريزيجيه برضو هل الوكيل اللي معاه هو مش قادر يوصله المرحله يوصله المرحله احسن من كده ان هو امكانيات غير طبيعيه ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله. دي حقيقة. وكمان لو توظف كمان ولو تطور اداؤه بالظبط بحيث ان هو بيفقد مجهود كبير قوي في الجزء اللي هو جزء نص الملعب بتاعه بالظبط. لو طور اداؤه زي محمد صلاح بالظبط. احنا اتكلمنا في الكلام ده في الفاصل محمد صلاح كابتن اتفضل. يمكن يا كابتن انا شايف يعني نرجع برضو للنقطه اللي الناس اللي تحتيه لو الناس فايقه تريزيجيه مجهوده هيبقى احسن كده. حتى متهيألي تغييره مش هيتغير ممكن. يعني انا ممكن برضو انا يعني ممكن اعذر الراجل ان هو ممكن بيجي في بعض الاوقات ان هو بيغيره ان هو فعلا بيجري كميه جري غير متعود على كده. ابو مجد في لعيب طاقته اصلا ما شاء الله كبيره تمام. وممكن برضو كابتن يكون انا مثلا كمدرب انا برضو أكيد طبعا. ببقى عايز اريحه أكيد. عشان المباراه اللي بعد كده عشان أكيد. مش عايز اجهده او ان انا اتعبه او انا عايز استغله في المباراه اللي بعد كده. فبيبقى طبعا ده فكر طبعا المدرب. لكن انا شايف ان هو من اللعيبه المهمه جدا من اللعيبه اللي احنا لازم نستغلها بشكل قوي. لازم يتطور من ادائه. تريزيجيه لو اتطور من ادائه هيبقى في مكانه غير كده خالص. ويمكن برضو ان هو بيلعب برضو في دوري كابتن مش قوي او دوري مش معلهوش الضوء بالشكل الكافي. ده برضو اللي مأثر عليه. فبتمنى له يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه التوفيق وان هو يبقى في مكان احسن ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي سؤال على عمرو ورده لو حابب تتكلم فيه. انا عن نفسي ما التزمت الصمت. لو عايز تتكلم فيه يعني هل تتفق مع منح عمرو ورده فرصه جديده بعد اعتذاره ولا بص يا كابتن يعني انا مع ان اللعيب غلط وان اللعيب ما كانش ينفع. وخاصة ان يعني اللعيب ده مش لعيب محلي. انت من المفترض ان انت لعيب محترف والطبيعي ان انت في حياتك الفكر ده ما يبقاش موجود. فطبعا يعني فكرة ان عمرو غلطان طبعا غلطان وتعامل مع الموضوع بشكل مش كويس. لكن الفكرة برضه كابتن في تطبيق العدالة. انا معاك جدا. هل العداله ده كابتن بتطبق على الناس كلها؟ لا بما فيهم انا مش عايز اتكلم. انت لا يا كابتن غصب عنك. لا بما فيهم يا كابتن مع احترامي عشان انا كده الناس المسؤوله هل العداله ده كابتن بتطبق على الناس كلها؟ متهيألي لا. الحاجه الثانيه ودي من وجهه نظري عمرو ورده لو من اللعيبه اللي المدرب او الجهاز شايف ان هم مهمين جدا في الفتره اللي جايه ما كانش اتاخد معاه القرار ده. بمنتهى الامانه ما كانش اتاخد معاه القرار دوت. اتاخد معاه القرار دوت عشان ممكن ما يكونش عمرو من وجهه نظرهم ان هو مؤثر في الفتره اللي جايه. شفت بقى الاهلي النادي الاهلي ما بيفرقش معاه الكلام ده خالص. ما بيفرقش معاه الاسماء. غلطت مهما تكون مين هتتحاسب. بص كابتن دي حاجات كبيره جدا في النادي الاهلي ما وفي يعني نفس الوقت يا كابتن ممكن اللعيب هيجيب لك كاس العالم اساسا نقول له لا شكرا. ما يا كابتن بص يا كابتن هي السياسه بادئه من فوق. حضرتك بتطبق العداله على الناس كلها. فانت فعلا لما النادي الاهلي بيجي اي حد بيغلط بيتعاقب عشان الكبير بيتعاقب. لكن مع احترامك يا كابتن لا
انا شايف ان عمرو غلطان، عمرو اخطا، عمرو ما تعاملش مع الموضوع باحترافيه، لكن وعلى فكره انا مع قرار ان هو يستبعد، لكن انا بتكلم في فكره، هل تتكلم فكره العداله بالظبط، هل العداله دي اتطبقت على الناس كلها ولا لا؟ يعني هل العداله اتطبقت ولا لا؟ فانت لو بتطبق العداله على الناس كلها انا موافق. ما كانش في حد ياخد قرار اصلا. انا موافق. وبعدين يا كابتن، مع احترامي يا كابتن، ليه القرار اتاخر يوم الماتش لغايه يوم الماتش؟ مش الموضوع ده يا كابتن حصل بعد الماتش الاولاني؟ والله يا ابو مجد انا ما عايز اتكلم في القصه دي، لان هي قصه بصراحه الكلام فيها شائك جدا جدا، في حاجات كتير جدا ممكن نتكلم فيها، لكن انا كابتن، ما هو الموضوع يا كابتن بيعيد نفسه يا كابتن، نفس الاخطاء اللي حصلت في كاس العالم متهيألي يعني اتكررت، ويمكن ال 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 العقاب اللي تم دوت هو تم عشان الموضوع فردي دلوقتي. تم عشان موضوع فردي؟ اه يعني مع شخص واحد. طب ماشي، انت الاخطاء ديت اللعيب عندك اخطا في كاس العالم، الاخطاء كم الاخطاء اللي واقفه مثلا اعضاء اتحاد الكوره واتحاد الكوره والمنظمين والناس المسؤوله عن المنتخب، ما تعجبوش ليه؟ ما هم مع احترامي يعني زي ما هم موجودين. انا بص يا كابتن، انا ما بحبش خلي بالك النقطه ده يا كابتن سبب مشاكل كثيره جدا في مصر بما فيهم التحكيم، ان انت ما بتاخدش قرار مع الكبير فبتيجي تظلم الصغير، فالصغير لما بيجي يعترض بتعاقبه، الكبير لما بيجي يعترض ما بتعاقبوش. هو المشكله هي دي يا كابتن. اسكت. المشكله انا بتكلم في العموم، يعني في العموم يعني انا لما اجي اعاقبك انا باي عين اعاقبك؟ بس في العموم يعني انا بتكلم في العموم، ما بتكلمش على حاله معينه، لكن كلنا بنغلط ومفيش حد اساسا كامل خالص ولا في حد منزل، يعني غير بقى خلاص يعني الموضوع انتهى، كلنا بنغلط وكلنا مغلطنا ربنا وربنا ستار، ولو ومتهيألي يا كابتن يعني اساسا ساترك كنا زماننا كلنا تعرينا قدام بعض، كلنا بلا استثناء. ومتهيألي يا كابتن يعني نجوم كبار وقعوا في نفس الموضوع دوت، ويمكن يعني اتعامل معاهم بشكل مختلف شويه، فبرضه يعني احنا الراجل اخطا وكل حاجه بس مش هنذبحه. زائد كابتن كمان يا كابتن منتهى يعني انا زعلان جدا ومتضايق جدا من اللي انا شايفه كميه التشهير بيه، يعني لا غير طبيعيه، يعني الناس كلها تحس ان هي فرحانه فيه، او الناس كلها خلاص بقت مع احترامي ملائكه عشان كل واحد يتكلم، ده عمل، ده سوى، ماشي اللعيب اخطا بس مش هذبحه، لعيب اخطا مش لازم اعمل عليه الشو دوت في الفتره دي. طب كان ممكن يعملوا ايه غير قرار استبعاده؟ يعني موضوع اتكرر في المعسكر مرتين، كان ممكن يعملوا ايه في كابتن؟ انا معاك غير قرار استبعاده. كابتن انا معاك، انا مش لا لا انا مش متبني رايي فعلا، انا والله فعلا انت عارفني صريح جدا والناس عارفاني، لكن انا فعلا مش متبني رايي، انا مش عارف اتبنى رايي في هذه القضايا تحديدا، لكن عمرو غلطان ما طبعا فيش خلاف طبعا. فيش خلاف ان انا اخد قرار كاتحاد كوره ما ينفعش ارجع فيه، ده رايي طبعا. عشان كده بقول ايا كان القرار، مش قرار استبعاده او قرار رجوعه، انا بتكلم في العموم، عشان كده بقول القرار لازم يبقى بتأني شديد جدا جدا. لما الاداره دايما بضرب مثل بالادارات الناجحه جدا زي اداره النادي الاهلي ايا كانت، وخناقه في الاداره اللي هي بقياده الاسطوره محمود الخطيب، لما بياخد قرار بيقولوا اتاخر ده مش لكن بياخد قرار ما بيرجعش فيه خالص خالص، واكيد انتوا حضراتكم عارفين وعارفين تاريخ النادي الاهلي، فعشان كده بقول كان ايه القرار البديل؟ صعب. لا صعب جدا، مش هتلاقي حاجه غير كده. لا طبعا، هو انا القرار كابتن صح. يعني القرار احنا مع القرار وفعلا شفت بقى المفارقه يعني صح. طب ما نرجعه، بس يا رب دي تبقى السنه اللي بعد كده يا رب. لا انا عايز هو عمرو يتعلم طبعا، عمرو لان عمرو لعيب لعيب مع التزامه، عمرو من زمان مش 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 قصدي ملتزم في حاجه معينه او مش ملتزم في حاجه معينه، عمرو من زمان تقول لك لا عمرو لعبي، عمرو لو التزم فعلا هيبقى لعيب تاني خالص خالص.
كابتن، هو القرار فعلا استبعاده ده نهائي يعني النهائي ما يجيش المنتخب؟ لا، في دلوقتي محمد صلاح، سمعت خبرين، محمد صلاح والمحمدي وعبد الله السعيد، وفي كمان خمس لعيبه بالظبط قعدوا مع المهندس هاني ابو ريده لساعات متاخره، قالوا لغايه الفجر قعدوا علشان يقنعوهم ان هم يرجعوا عمرو ورده تاني. وشفت طبعا ردود افعال اللعيبه لما جبنا الهدف الاول والتاني، كان اللعيبه بيقولوا عايزين عمرو ورده تاني. يعني طبعا دي روح، هم عارفين كلنا بنغلط، حيلة طبعا بين اللعيبه كلنا بنغلط. لكن انا يعني لازم الوم على عمرو شويه، انت لنفسك، انت لنفسك انت حبيب قلبي، يعني انت لسه صغير، كلنا عملنا بلاوي، كلنا عملنا بلاوي، انت عارف اللعيبه ابو المجد، وعارف ان احنا كنا صغيرين، كله بيعمل بلاوي، ربنا بيستر مره واثنين وثلاثه واربعه، في مش في معسكرات وتجمعات وحاجه مستقبل ليك انت، وانت قد كده 500 الف مره لو ركزت. فانا عايز الموضوع ده ليه هو قبل، انت عارف قبل اي حد. يعني الموضوع ده حصل ليه؟ يا رب يكون ليه ربنا يعني. لا انت عارف الموضوع ده حصل ليه؟ بمنتهى الامانه، عشان مفيش ليدر قوي في المنتخب، مفيش ليدر قوي في المنتخب، مفيش قائد في المنتخب. طب يا ابو المجد، ماشي انا هختلف معاك شويه، انت هتبقى رقيب عليا ازاي في كل حاجه؟ مش رقيب يا كابتن، بس هي الفكره يا كابتن، لما بيبقى عندك 3 4 في المنتخب شخصيتهم قويه، مجرد يا كابتن ان هم في اجتماعاتهم، في لمتهم، في قعدتهم، ما بيديش للعيبه كابتن مساحه ان هو يفضل مثلا ماسك التليفون كتير. يعني ممكن يبقى الجهاز سامح بالتليفون يا كابتن، يعني ممكن الجهاز بيبقى سامح بالتليفون، لكن اللعيبه او كابتن الفرقه في جوه لا بيلم الحاجات دي، او ان هو لا ممنوع، التليفون هيتقفل الساعه كذا. بتبقى ده كابتن، ده دور الناس الكبيره في الفرقه، الناس اللي هي عندها شخصيه قياديه في الفرقه. الموضوع اختلف وتحمل المسؤوليه اختلف. انت كلامك صح جدا جدا، احنا كنا بنقعد مع كباتن الفرقه، وانت انا كنت كابتن فرقه مثلا، بتقعد مع اللعيبه، اللعيبه بيستوعبوا فعلا الكلام طبعا، وهم بس هم عايزين كده، غير ان انت بتقعد تستوعب الكلام وانت في حته ثانيه خالص كابتن. لا بس الشخصيه اللي بتاثر عليك كابتن، او اللي بتكلمك. يعني كابتن حسام حسن لما يجي يقول للعيبه تليفونات خلاص، كابتن هادي خشبه تليفونات خلاص، كابتن وليد صلاح، يعني اقصد في نماذج كابتن، شخصيات في الفرقه. لا يعني احنا الواحد دخل النادي الاهلي، حتى مع الحاله الاحترافيه اللي انت فيها يا ابو المجد، الحاله الاحترافيه انت عايش حاله احترافيه، فالمفروض تكون محترف. حتى فيلم التجمعات الصغيره دي بطوله كبيره جدا بحجم بطوله افريقيا، بتلعبها في مصر وسط جمهورك. كابتن خلينا نتفق ان احنا ما وصلناش للمرحله ديت، مرحله الوعي، حتى اللعيبه اللي احترفوا فعلا بالظبط، يعني باستثناء طبعا صلاح، محمد صلاح يعني باستثناء محمد صلاح والمحمدي وعبد الله السعيد وحجازي وليد سليمان، دول اللي كانوا قاعدين مع المهندس هاني ابو ريده عشان يقنعوا عمرو ورده يرجع تاني. ما كانش في قرار بديل غير ان هم يستبعدوه، ولا كان عندك كان ممكن يعملوا ايه قبل كده؟ اول مشكله يقول له عمرو ما تعملش ايه هو المنتخب. لا الموضوع كابتن عشان خد شكل مختلف، وبرده القرار ان يتاخد في التوقيت ده، برضو انا بعترض برضو يا كابتن، يعني او ان انا يعني عندي علامه استفهام في ليه التاخير لغايه يوم المباراه الثانيه. ده كانت مشكله ثانيه، اصل دي كانت مشكله ثانيه. لو انت مش متابع، ما كانوا في مشكلتين، مشكله اولى وعدت، مشكله بقى ثانيه حصلت قبل المباراه بيوم. بس يعني المشكله الثانيه عمرو اتكلم فيها ان الموضوع مفبرك، ما طلع اعتذر وقال لا الكلام ده فعلا، وانا لا كابتن يبقى يستبعد. ما انا طلع اعتذر عن كل اللي عمله وقال انا يا جماعه انا اخطات فعلا وان شاء الله مش هيحصل كده تاني. يبقى القرار يا كابتن بمنتهى الامانه سليم، يعني القرار بمنتهى الامانه سليم. يبقى في حاجه او حضرتك اخطات والموضوع طب ماشي، وبعد كده موضوع تاني، لا يبقى الموضوع مشكلتك انت. نوعيه الاعلانات اللي بيعملها لعيبه المنتخب المصري اتفرجت عليها؟ ايه رايك فيها؟ معاها ولا ضدها؟ نوعيه الاعلانات؟ لا مش معاها طبعا، مش معاها. انا شايف يا كابتن ان لعيب منتخب مصر ده حاجه كبيره، ما ينفعش يستغل الاستغلال ده. جميل قوي، انا بتفق معاك يعني شكلا وموضوعا برضه، حتى في الكم يا كابتن، في الكم كتير جدا. ماشي،
انا اتشرفت بيك جدا كالعاده ابو المجد وببقى سعيد جدا في الحديث معاك، وبتتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى المصلحه العامه طبعا في كلامك قبل اي حاجه. طبعا شكرا جزيلا، وان شاء الله موفق مع حسن وسلام عليك كتير جدا، ان شاء الله تكسروا الدنيا ان شاء الله، ونشوف بني سويف في الدوري الممتاز على ايديكم باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله كابتن. انا يعني سعيد جدا بوجودي معاك كابتن، وانت من الناس اللي انا بعتز بيها جدا، وبتمنى لحضرتك التوفيق، وبتمنى لقناه النادي الاهلي مزيد التوفيق. ربنا يخليك، ربنا يخليك، نورت وشرفت. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا الاولى، اتكلمنا فيها مع حضراتكم في كل المشاكل اللي بتتكلموا عليها بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه، مع ان انا ما قلتش رايي ومش هقول، يعني الموضوع بقى صعب جدا، لكن اتشرف بيكم دايما. بعد الفاصل هيكون معاكم زميل العزيز محمد سعيد، هيكون معايا كابتن محمود سليم محلل الاداء في النادي الاهلي سابقا. شرفت بيكم، مع الف سلامه.